وفي اليمن تصاعدت حده الغارات الجويه الامريكيه في اليمن خلال الاسبوع الماضي لتسجل نحو 40 غاره مستهدفه مواقع تنظيم القاعده، في حين يشير مراقبون الى ان الحكومه اليمنيه تتعاون مع الولايات المتحده الامريكيه في هذا الشان للقضاء على الجماعات الارهابيه واستعاده الشرعيه. منذ تسلم الرئيس الامريكي دونالد ترامب لمنصبه صعدت الولايات المتحده من ضرباتها ضد تنظيم القاعده في اليمن. وشنت الاسبوع الماضي وحده اربعين غاره على الاقل ضد مواقع في ابين وشبوه بالجنوب ومحافظه البيضاء في الوسط تكثيف العمليات ضد عناصر وقادة القاعدة باليمن جزء من خطة لمطاردة هذا التهديد الفعلي، والتأكد من إلحاق الهزيمة بهم وحرمانهم من فرصة التآمر وشن هجمات إرهابية من مناطق غير خاضعة للسلطة. القوات الأمريكية ستواصل العمل مع الحكومة اليمنيه من أجل التغلب على القاعدة. وبذلك تلتقي جدية واشنطن في محاربة الجماعات المتشددة مع أهداف القوات اليمنيه وجهود البلدان الإقليميه للحيلوله دون سقوط اليمن بأيدي المتشددين ومنعه من أن يصبح محمية لميليشيات الحوثيين وصالح وبدا واضحا أن الحكومة اليمنيه والتحالف العربي مقتنعان إلى حد بعيد بالسماح لواشنطن بتنفيذ عمليات ضد الجماعات المسلحه مقابل استمرار دعمها للشرعية اليمنيه. بدوره ذكر فريق خبراء من مجلس الامن الدولي الخاص باليمن ان تنظيم القاعده عقب انسحابه من المكله لم يستطع السيطره على اجزاء مماثله من الاراضي وانحصرت انشطته في تنفيذ هجمات عبر انتحاريين او مدافع الهاون او زرع العبوات على جانبي الطريق ورجح فريق الامم المتحده ان ترتفع الخسائر في صفوف القاعده مع ان نشرت واشنطن مجموعه صغيره على الارض للمساعده في العمليات العسكريه جس النبض الامريكي في اليمن تحول الى قرار حرب اتخذته اداره دونالد ترامب تحت عنوان هزيمه القاعده لكن في طياتها ايضا فرض النفوذ الامريكي بالمنطقه بعد تنامي الخطر الايراني في مضيق هرمز